ايه البروجنوستيك فاكتورز فور بريست كانسر؟ بمعنى ايه يعني؟ واحده كان عندها ورم في بريست، طبعا بتسمع كلمه في كده يقول لك ايه 5 يير سرفايفل ريت وحاجات زي كده، يعني واحده بعد ما شلنا كان عندها بريست كانسر وشلنا البريست وعالجناه خلاص كده ماشي، 100 خدنا 100 واحده مثلا وشفنا النوع ده من البريست كانسر، نوع معين من البريست كانسر، ثبتنا نوع مثلا وليكن مثلا المدلل الكارسوم مثلا، كم من 100 واحده دول بعد العلاج كم واحده هتعيش؟ ماشي؟ لو مثلا لو تعيش لمده ايه؟ 5 سنين تمام؟ فقال لك لقوا مثلا من 100 واحده دول 90 واحده عاشت، وده دكتور نور صح؟ طب على اي اساس بتحدد انت البروجنوز بتاع بريست ان هو كويس او وحش يعني او بتصدق هتعيش او خلاص بس بس قال اول حاجه الكلينيكال ستيجنج مايكروسكوب جريدنج فاكرين حاجه اسمها تي ان ام ماشي حسب التي ان ام بتاعها ماشي لو قلنا لو واحده مثلا الورم تي مثلا 5 ان 3 ام 1 ده بقول بروجنوز صح ورم فيكسد وسوبر كلافيكول في نود وعامل بلاك سكندريز ده بقول بروجنوز مش كده واحده مثلا تي 2 مثلا ان 0 ام 0 اكيد ده بقول بروجنوز طبعا يعني يا دوبك هي بس مش فيكسد كمان ولا عمل لمفاتيك سبريد ولا ايه ولا بلاد سبريد ولا جود بروجنوزز ده اسمه كلينيكال ايه ستيجن ويا ريت تشرح معاها التي ان ام سيستم مايكروسكوبيك جريدن يعني ممكن عينتين اتنين نفس التي ان ام ماشي بس واحده جود بروجنوز واحده بول بروجنوز يعني مثلا مثلا واحده تي 2 ام 0 ان 0 وام 0 واحده ثانيه برضه تي 2 وان 0 وام 0 كده ده الجروس صح كده؟ يعني الورم مثلا من 2 ل 5 سم ومش عارف ومفيش لينف نود ولا في بلاد الاثنين نفس الكتير بتاعهم بالظبط بس واحده مثلا سكرس وواحده مثلا مدلل فهمتوا القصه عامله ازاي؟ يمين الاحسن سكرس احسن مدلل فيها فيبروز فهمتوا القصه عامله ازاي؟ المدلل سوفت تيومر ممكن ينتشر يعني ممكن يبقى هما الاثنين نفس التي ان ام بس مايكروسكوبيكالي في فرق بينهم او ممكن هما الاثنين مدلل او هما الاثنين ادينو كارسينوما مثلا واحد ويل ديفرنشيتد واحد ان ديفرنشيتد مع انهم الاثنين ادينو كارسينوما بس واحد ويل واحد ايه ان ده مكتوب جريدنج قال لك يعني ايه الويل ديفرنشيتد بقى احسن من الان ايه ان ديفرنشيتد يبقى برضه ما اعتمدش بس على الكلينيكال ستيجنج ده انا كمان بعتمد على مين على الجريدنج بتاع التيومر نفسه ايه تاني يقول لك اناتوميكال سايت بعد لك يعني اورام المعده ليها بول بروجنوزس واورام البرين بقول لك بريست كانسر يا عم انت معدتين ماشي الاورام البريست بتيجي في المعده فيها بول في ناس هبله كده يقعد يكتب بقى اللي هي البروجنوزس بتاع المالجنت في الجنرال دي مش بتكلم على كده يعني على حسب الكوادرنت على سبيل المثال الاورام اللي بتيجي في اللاترال كوادرنت بتاع البريست احسن من بتيجي في الميديال كوادرنت بتاع الميديال كوادرنت بتروح على السوبر كلافيكولار على الازر بريست بتروح على الايه السب فرينك لنفينود والبروجنوزس الاورام بتيجي في اللاترال كوادرنت بتيجي بتروح على لنفينود ظاهره اكزيلاري انتركوستال احسن حاجه ثانيه البريست نفسه ممكن في نفس الكوادرنت واحسن ماشي يقول لك ايه لو الورم سوبرفيشال احسن من اورام الديب ماشي ليه الديب هيعمل انفلتريشن لمين البكتور الفاشيا وماسل صعب يحصل فيكسيشن السوبرفيشال بنشيله ما عملش فيكسيشن يعني على حسب مكان الورم في البريست برضه بحدد عليه ايه البروجنوز اورام اللاترال كوادرنت احسن من اورام بتاعت مين الميديال كوادرنت ايه تاني يقول لك اميون سيستم جينا خدنا عينه من ورم لقينا فيه الليمفوسيتك انفلتريشن ايه ده يعني في انفلاميشن اه داخل فيه الليمفوسايتس قال لك الاورام اللي فيها الليمفوسيتك انفلتريشن احسن من الاورام اللي ما فيهاش الليمفوسيتك ايه انفلتريشن ده بيدل على ايه قال لك بيدل ان الاميون سيستم بدا يتعرف على الورم ده بدا يحارب الورم ده هو اه مش هيوقف الورم خلي بالك الموضوع كويس بس في فرصه جميله جدا ان لو حصل سكندريز دخلت في الدم ممكن السكندريز وقف الدم تموت وحتى لو راحت لاورجان تاني ممكن الاميون سيستم يدمرها في الاورجان التاني ده هو مش هيوقف الورم نفسه ما حدش يقول لك يبقى كده خلاص نسيبه بقى منه الاميون سيستم لا
هو هيعمل ايه؟ يعني بيحد من عنف الورم ده وبيحد من عنف الايه؟ السكندز. اتوقع ان شاء الله ان الست ديت نادر قوي ان ممكن يجي لها ايه؟ سكندرز. اتوقع ان حتى لو الثانويات بتاع الورم دخلت في الدم اتوقع انها مش هتعمل اي ايه؟ مشكله ثانيه. هنشيل الورم بتاعه وبتفائل ان شاء الله يبقى ايه؟ خير يعني حاجه كويسه ان النيو سيستم بيريكوجنايز الايه؟ التيومر ده. ايه تاني؟ بيقول لك هيستولوجيكال تايب. حضرتك مش فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا واحدة عندها سكيرس كارسينوما وعاملة انفلتريشن للسكن بتاع البريس، اتوقع انها بور بروجنوزس. ماشي؟ واحدة عندها ميدولاري كارسينوما ولاكتيتنج وومن وبيدي اعراض شبه الاكيوت انفلاميشن، اتوقع انه بور بروجنوزس، صح كده؟ تمام؟ طب واحدة عندها حاجة اسمها اتروفيك سكيرس، ايه اتروفيك سكيرس دي؟ نوع من السكيرس كارسينوما بتيجي في السن الكبير قوي. في دنس فايبروز، ماشي؟ وسلولي جروينج جود بروجنوزس. فهمت القصه عامله ازاي؟ على حسب نوع الورم برضه بيحدد البروجنوزس. في انواع من السكرس بيها جود بروجنوزس، في انواع من السكرس بيها بور بروجنوزس، على حسب عامل انفلتريشن سكن او مش عامل. في مضله كارسينوما بتيجي مثلا في لاكتيتنج وومن، ده ليه بور بروجنوزس لانه بيشخص خطا على انه اكيد ايه؟ ماستايتس. ايه تاني؟ ستة هرمون ريسبتورز. صح كده. طب ايه علاقه دي بالموضوع؟ قال لك الاورام اللي فيها بوستيف استروجين ريسبتورز احسن من الاورام اللي ما فيهاش بوستيف استروجين ريسبتورز. زي مين كده؟ في ورم كده خدناه في البريست فيه بوستيف استروجين ريسبتورز زي ايه؟ لوبيولار، صح كده؟ يعني اللوبيولار كارسينوما احسن من الضغط. ليه؟ مع انه بايلاترال ومالتي سنتريك وبتاع ماشي؟ برضه ليه بوستيف جود بروجنوزس لان فيه بوستيف استروجين ايه؟ ريسبتور. طب هتعمل له الورم ده؟ بنشيل الاوفر ندي اي حاجه كيمو سيرابي انتي استروجين، فهمت القصه؟ ده بيحد من عنف الايه؟ الورم. دي اسمها بروجنوستيك فاكتور في البريست ايه؟ في البريست كانسر. ازاي تعرف اذا كان الورم ده جود بروجنوزس او بور ايه؟ او بور بروجنوزس. برضه في سؤال تاني، لو فرضا في الامتحان قال لك ايه الكوزس اوف بريست ماس؟ مين يقول ايه؟ اللي يعمل ماس في البريست؟ ممكن انفلاميشن، صح؟ ممكن ايه ده؟ فايبروسيستك. ممكن تيومر. طب ايه الانفلاميشن اللي يعمل بريست ماس؟ ها؟ عايز حاجات مشهوره. لا لا لا، بص، فات جرانيلوم، صح؟ ايه تاني؟ بريست ابسس، صح؟ ايه تاني؟ كان في حاجات كده مس دايجنوزد از كانسر، صح؟ بلازما سيل ماستايتس، صح؟ دي كلها نعمل بريست ماس، تمام؟ طب ايه تاني؟ فايبروسيستك ديزيز، ده ممكن تبقى يونيلاترال وممكن بايلاترال وممكن سنجل مايس او مالتيبل مايس، مش كده برضه؟ طب ايه الاورام اللي تعمل كل الاورام بتاع البريست تعمل ماس، صح؟ سواء بناين او ايه؟ او مالجنت، بس بلاش تقول لي الانسايتو بقى. ماشي؟ يعني مدلري كارسوما في البريست، سكيرس كارسوما في البريست، ماشي؟ ايه دكتور اللوما، فايبرو ادينوما، كل دي ممكن تعمل ايه؟ بريست ايه؟ بريست ماس، صح؟ طب السؤال الثاني في البريست برضه، ايه هي الاسباب بتاعت بايلاترال بريست ماسز؟ مين يقول لي؟ ها؟ فايبرو سيستيك ديزيز، ايه تاني؟ انا ما قلتش ورم، بقول ايه ماس عموما يعني، ايه الحاجات اللي تعمل بايلاترال بريست ايه؟ بريست ماس. اللوبيولار كارسينوما، صح؟ جدع، ماشي؟ ممكن ابقى لاترال، ايه تالت؟ مهم اعرف السؤال ده، ايه الحاجات اللي تعمل بايلاترال بريست ماس؟ حاجة تالتة، اللي هو يبقى شاطر، يعني قلنا فايبروسيستك، صح؟ اثنين لوبيولار كارسينوما، تلاتة ماشي، بس فين بقى؟ انهي نوع؟ مش احنا قلنا ان لو جت في الميديا كوادرانت ممكن تروح على الانترن ميموري وبعدين على الاذر انترن ميموري واذر بريست، ممكن يبقى سبريد فروم اذر ايه؟ بريست. انت اخوانا ماشي، الثلاث حاجات اللي ممكن يعملوا ايه؟ بايلاترال بريست ايه؟ ماس، فايبروسيستك
ليبرال كارسينوما او سبريد فروم اذر بريست ايه كانسر، يعني واحد عندها في الميديال كوادرنت والورم راح على اذر ايه بريست عمل ايه ماس. عايز ايه قول؟ طيب بس حته عايزين نقولها اللي هي امراض الفالف ديزيزز في الفالف. تمام، هما السنه اللي فاتت لغوها خالص. ايه الحاجات اللي ممكن نشوفها في الفالفا يعني او المشاكل بتاعتها؟ الفالفا اللي هي عباره عن ايه يعني؟ ليبيا ميجورا وليبيا مينورا. ليبيا ميجورا وليبيا مينورا دي اللي اسمها الفالفا. ماشي؟ بلاقي الامراض بتيجي في المنطقه بتاع الفالفا، بس في ناس فاكره ان الفالفا دي حاجه والليبيا ميجورا ومينورا حاجه ثانيه، لا هي الليبيا ميجورا ومينورا دي منطقه الفالفا اسمها كده. تمام؟ امراض الفالفا في عندنا مشكلتين في الفالفا. ايه هي؟ اول مشكله الديستروفي. او اورام. ماشي؟ والاورام بناين او مالجنت بس مش. يعني كلمه ديستروفي بس احنا خدنا هايبرتروفي هايبرتروفي مش كده؟ في ديسبليزيا. ايه بقى موضوع ديستروفي؟ قال لي ابدا ده عباره عن جروب اوف ديزيزز اوف فالفا كاركترايزد باي التريشن اوف ابيثيليوم. تغيرات في الابيثيليوم بتاع مين؟ الفالفا. ايذر ثيكننج او ثيننج. يعني ايه؟ دي مجموعه تغيرات بتحصل في الابيثيليوم بتاع مين؟ الفالفا. الابيدرمس والايه؟ والدرمس. ماشي؟ ممكن تتميز بتخانه في الابيدرمس او في الابيثيليوم او ثيننج فين؟ في الابيثيليوم. دي اسمها ايه؟ اسمها ديستروفي. بيقسموا الديستروفي نوعين. مش احنا قلنا ممكن يبقى رفيع الابيثيليوم وممكن يدخن صح كده؟ بص الفالفر ديستروفي ممكن يحصل حاجه من الاثنين، ثيننج في الابيثيليوم او ثيكننج اوف الابيثيليوم. ماشي؟ قال الثيننج بيسموها اسمها ايه شويه كده؟ لايكن سكليروزس اتروفيكس. الثيكننج بيسموها سكويموس هايبر بليزيا او اسمها الثاني هايبر بلاستيك ديستروفي. يبقى تاني ايه هو يعني ايه كلمه ديستروفي في الفالفا؟ تغيرات في الابيثيليوم، يا اما بيرفع يا اما بيضخم، يا اما ثيننج يا اما ايه ثيكننج. تمام؟ قال طيب لو رفع حتى بص كلمه اتروفيكس. بص بص في اتروفي وفي ثيكننج. ايه اتروفي وثيكننج دي؟ او في هاردننج. كلمه سكلوز معناها ايه؟ قال لك طب منين اتروفي ومنين ثيكننج؟ هو احنا دلوقتي في عندنا الابيدرمس عباره عن ايه؟ قال لي والله في الكيراتين صح كده؟ طبقه الكيراتين وبعدين طبقه اسمها البريكن سيلير والبيزل سيلير مش كده؟ وبعدين ده الابيدرمس. تحت الابيدرمس فينا مين ده؟ الدرمس. لكن الموضوع سهل جدا. بص معايا كده بيحصل ايه؟ قال لك ثيننج او بلاش ثيننج اتروفي اوف ابيدرمس. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ اتروفيكس وبيحصل سكليروزس اند ثيكننج اوف درمس. يعني القصه كلها مش في ايه؟ مش كلمه اتروفي للابيثيليوم نفسه هو اللي رجع وبقى ثن. انما الابيدرمس او الدرمس حصل فيه ايه؟ حصل فيه فايبروزس وثيكننج، عشان كده اسمها ايه؟ سكليروزس اتروفيكس. يعني حصل ثيكننج في الدرمس ده درمس. وحصل ايه؟ اتروفي فينها؟ في الابيدرمس. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ بس ده ما هواش بريك نوت بريك انسانس. يعني هو مسيل للشيز بس ما بيقلبش ايه؟ ما بيقلبش بسرطان. فيها مشكله يا اخوانا؟ اسمها ايه؟ ده اول نوع من الديستروفي لايكن سكليروز اتروفيكس. طيب النوع الثاني قال لك سكويموس هايبر بليزيا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي فوق ده؟ قال لك هايبر كيراتوزس. وبعدين في طبقه اسمها بريكل سيلير صح؟ قال لك اكانثوزس. بيعمل حاجه انكريز الثيكنس اوف بريكل سيلير.
ايه مصيره ده؟ احنا قلنا ان اللايكن ده او اللايكن سكليروز اتروفيكس مش بريكانسرس. طب الثاني قالت السكويموس هايبرفيزيا دي في منها نوعين، في نوع الخلايا فيها اتيبيكال تشينج، في نوع خلايا ما فيهاش ايه يعني اتيبيكال تشينج او شونج اتيبيا، يعني فيها نوع من الديسبلاستيك تشينج. قال لك بص معايا، السكويموس هايبرفيزيا ماشي، لو السيلز شو اتيبيكال تشينج يعني يطلقوا عليها اسمها كده اتيبيكال ديستروفي، ده اللي بيقلب سرطان بريكانسرس. يعني في مساله شافوا هل كل الفالفر ديستروفي يقلب سرطان؟ لا والله حضرتك، هو في نوعين من الديستروفي، في حاجه اسمها لايكن سكليروز اتروفيكس وفي نوع اسمه سكويموس هايبرفليزيا. اللايكن سكليروز اتروفيكس ده مش بريكانسرس. النوع الثاني اسمه ايه؟ سكويموس هايبرفليزيا. النوع ده بقى في منه خلايا عاديه جاست بس سكنينج فين؟ في الابسيلا بتاع الفالفر، والخلايا نورمال ما فيهاش مشكله خالص. وفي نوع الخلايا فيها اتيبيكال تشينج، هو ده اللي بيقلب سرطان. ماشي؟ عشان هنقوله في البريدز بوزنج فاكتور بتاع الكارسينوما بتاع مين؟ الفالفر. صعبه كده؟ فيها مشكله؟ طيب. نيجي على الاورام بقى. اورام الفالف بناين ومالجنت. قال لك البناين قال لي ممكن يطلع من الابسينا بنفسه بتاعه حاجه اسمها كوندايلوما اكيوميناتر. في سويت جلاند موجوده فين؟ في الفالف، وسبيشس جلاند ممكن ادينوما اوف سويت جلاند. ممكن بقى حاجه فايبروما هيمانجيوما، بس مهم قوي دي اللي هي من دي الكوندايلوما ايه؟ اكيوميناتوم دي. هتقول لك اول مره نسمع ان في بلاين تيومر اسمه كوندايلوما اكيوميناتوم، اقول لكم حاجه دي سكويموس سيلف باللوم بس شكلها غريب شويه. يعني احنا دايما بنيجي نتكلم على السكويموس سيلف باللوما عامله ازاي؟ سيسايل صح كده؟ او ها بدنكيريت السيمبل او بدنكيريت البلانش صح كده؟ الورقه ده غريب قوي صعب اعمل كده. يقول لك فينجر لايك بروجيكشن وارتي ليجن ماشي فيروكس، يعني هو مش بلومة عاديه كده ماشي، هو الكفر عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابسيليم والكور بتاع كل فينجر من دول عباره عن فاسكولار كونيتيف ايه تشو، بس يعني ايه منظر غريب كده بيسموها ده اسمه كوندايلوما اكيوميناتوم. طب بيجي ازاي ده وايه القصه بتاعته؟ نعم كلمة كوندايلوما معناها اليفيشنز يعني اورتي ليجن، يعني مش كوندايلوما لاتا ده بتاع السيفلس. كوندايلوما لاتا كان بتاع السيفلس ماشي، فلات اليفيتد وارتي، يعني ايه وارتي؟ طالع منه فين لايك بروجيكشن ده برضه وارتي فيروكس ليجن. بصوا وارتي فيروكس ليجن يعني كلمة وارتي فينجر لايك بروجيكشن بيطلع منه ايه؟ فينجر لايك ايه؟ بروجكشن. ايه اللي بيعمله ده؟ كوزد الكوز بتاعه ايه؟ اتش بي في اختصار ايه؟ بس نوع تايب 6 و11. كان في 6 كان في نوع 16 و18 كان بيعمل ايه ده؟ السي اي ان صح؟ سيرفايكال انتر ابسيلا نيوبليزيا وكانسر سيرفكس ماشي، ده نوع كام ده؟ 6 وكام؟ 11. مايكروسكوبي كده اخد واحد منهم اهو ليه كفر وكور. الكور عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو ماشي، والكفر عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم شوينج امزه جنرال بالظبط بتاع بابلوم. ها فاكرين حاجه اسمها هايبر كيراتوزس اكانثوزس ماشي، هايبر كيراتوزس ايه واكن، وحاجه اسمها كويلوسايتوزس. يعني الكلمه دي بصوا تلاقي الخلايا نفسها دي الانواع بتاعتها حواليها زي فيزيكلز كده او فاكيولز بيري نيوكليار
اكيوز. ماشي اخوانا؟ ايه اللي بيعمل المنظر ده؟ قال لك ده سببه الفيروس. يعني الفاكيولز اللي حوالين النواه دي مين اللي عملها؟ قال لك الفيروس. دي اسمها كوندايلوما ايه؟ اكيوميناتوم. يعني هي بالاخر نوع من السكويما سيلفابيلوما يعني. بس منها عامله وردز كده فيسموها كوندايلوما، بيسموها الايه؟ كوندايلوما. ماشي اخوانا؟ كلمه كوندايلوما وورد ليجن يعني. عامل زي يعني كان في برضه حاجه خدناها في السيفلس كوندايلوما لاتا. برضه وورد ليجن بس بيعملوا حاجه اسمها التريمونيما ايه؟ بلدة. فيها مشكله؟ صعبه؟ طيب. حاجه ثانيه في المالجنت تيومر بقى، بص معايا. مالجنت. لو السؤال ده جه في الامتحان مقلب. تيومرز والفالفا، وتلاقي اول سؤال كده. بصراحه. او اتكلم شورت نوت على الفالفر ديستروفي. تحس انك سعيد جدا بالموضوع قوي يعني، ماشي؟ اه والله ده بيعلم كده مقالب. اصل بصوا السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت ماشي، كانوا شرحوها في محاضرات واهتموا بيها جدا ماشي، وكانت الدكتوره بتشرح حتى قالت لهم اهم حاجه في الفالفا ده الدستروفي، مهم قوي. ما اعرفش ايه مهم في ايه، مش بالراحه يعني، بس يعني ايه كانت مركزه على الموضوع ده، قالت لهم مهم قوي. السنه اللي فاتت لغوه خالص موضوع الفالفا ده، السنه دي شرحوه ماشي. فالله اعلم ايه اللي ممكن يحصل يعني. مالجنت تيومر ممكن ما يجيش خالص ولا يتسال. بص يا شباب، ممكن اول ورم في اي ان او سكويموس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما او باجل ديزيز. فاكرين باجل ده؟ انا بس بقولهم عشان خاطر الاثنين دول، ده وده، بس برضه هقول كلمه عن دول. ايه القصه بتاعتهم؟ في عندنا حاجة اسمها فالفر فالفر انترا ابسيليان نيوبليزيا. مين اللي فاكر الديسبلازيا؟ او ساعات بيسموها اسم تاني بلفر ديسبلازيا. ماشي؟ قال لي الديسبلاستيك تشينج، قال لي عباره عن التريشن في الابيسيليم بتاع الفالفا صح؟ او السيلز بتاع الفالفا شو ديسبلاستيك تشينج. فيها ديسبلاستيك ايه؟ تشينج. ايه هي الديسبلاستيك تشينج دي؟ ايه الكاركتر بتاع الديسبلاستيك سيلز؟ ها؟ هايبر كروماتيزم ليومورفيزم انكريز نيوكلير عسيتوبلازمك ريشيو انكريز مدته فيجر. ماشي؟ وقلنا ان فيها جريدز لو تفتكروا، واحد واثنين وثلاثه. واحد كان تلت السكنس في بسيليوم صح؟ شو ذس بلاستيك تشينج. اثنين تلتين السكنس. ثلاثه فول سيكنس مش كده برضه؟ فيرس بلاستيك ايه؟ تشينج. خلي بالك الفول سيكنس ده بيسموها كارسينوما ان سايتو. تاني بص معايا. فالفر انترا ابسيليال نيوبليزيا. قال لك السيلز بتاع الابسيليم بتاع الفالفا شو ذس بلاستيك تشينج. ايه ذس بلاستيك تشينج يا عمنا؟ قال لك فيها هايبر كروماتيزم ليومورفيزم انكريز ماتوتيك فيجر انكريز ان على سي ريشيو. دي اسمها ديسبلاستيك ايه؟ تشينج. قال لي وعلى حسب، خلي بالك ده الفيستن برين. قال لك بيبدا من تحت باللور ايه سيرد. قال لك لو اللور سيرد بس في ديسبلاستيك تشينج، قال لك ده بنسميها جريد واحد. ديسبلازم. تلتين السكنس جريد اثنين. فول سكنس دي جريد ثلاثه، والفول سكنس دي بيطلقوا على اسم كارسينوما انسايتو. ماشي؟ كارسينوما ايه؟ انسايتو. يعني مين اخطرهم دلوقتي؟ ثلاثه. دي اللي بنسميها ايه؟ كارسينوما انسايتو. ايه اللي يخلي الفالفا يحصل له حاجه زي كده؟ فايرال انفكشن اتش بي في برضه، بس نفس بتاع السيرفكس. طيب 16 و18، امال 16 كان بيعمل ايه؟ كان في
في حاجه كان اتش بي في ليها مشكلتين في الايه في الفرفه دلوقتي. في نوع 6 و11 ده بيعمل كوندايلوما صح، و 16 و 18 بيعمل في اي ان فالفر انتر ابسيلال ايه نيوبليزي صعبه. طب ايه مشكله الفي اي ان 3 ده؟ قال لك بيقلب بعد كده انفيسيف كانسر. يعني هو دلوقتي نوع انفيسيف لسه ايه كله ما حصلش انفيجن البيزمنت ايه ممبرين، قال لك بس بعد كده ممكن يعمل ايه يعمل انفيجن البيزمنت ممبرين ويعمل انفيسيف ايه كارسينوم. صعبه فيها مشكله. طيب يبقى دي اول حاجه الفرق ودي مهمه لو جابوا الفرق يعني. طيب نوع تاني اللي هو كارسينوما اوف فالفا سكويموس سيل كارسينوما. ايه اللي يعمل كارسينوما في الفالفا؟ بريديسبوزنج فاكتور. بص معايا كده ايه الحاجات الليجنز اللي ممكن تحصل في الفالفا تقلب بايه؟ بكانسر. قال لي والله ممكن فالفر ديستروفي. بس انهي نوع؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الاتيبيكال اللي هو الهايبوبلاستيك اتيبيكال ديستروفي اتش بي في انفكشن. طيب كام؟ 16 و18. في حاجه اسمها اتش اس في اختصار ايه ده؟ هيربس سيمبلكس فايروس تايب 2 ماشي اللي هو جينيتال. ايه تاني؟ في اي ان 3 اللي هي سميناها ايه؟ كارسينوما انسايت. قال الاربع حالات اللي ممكن يعملوا سكوير مصير كارسينوما فين؟ في الفالفا. جروس لو ده السكيم بتاع الفالفا لو ده الجلد بص ممكن ياخد المنظر ده. ده اسمه ايه ده؟ فانجيتنج ماس. او ممكن ياخد المنظر ده ايه ده؟ مالجنانت ألسر. او انفلتريتنج ماس. بصوا بيسموا ده اكزوفيتك اللي هو فانجيتنج وبيسموا الانفلتريتنج دي اندوفيتك. ماشي يا اخوانا؟ بيسموا دي ايه؟ اكزوفيتك فانجيتنج ماس واخده ايه؟ طبعا من السيرفس نفسه. اللي بتنمو من جوه دي اسمها ايه؟ في قلب الاستروما بتاع الفالفا نفسه اسمها ايه؟ اندوفيتك ايه؟ طيب. طب مايكروسكوبيك اللي عباره عن ايه ده؟ هو اسمه اصلا ايه؟ سكويموس سيل كارسينوما اشرحها يعني. ماشي اشرح السكويموس سيل كارسينوما بالديفرنشيشن بتاعها ماشي جريد واحد والديفرنشيت 75 ل 100% من الناس اشرح كل الديفرنشيشن بتاعها. ماشي يا شباب؟ طب ايه اللي يجيب ادينو كارسينوما في الفالفا؟ يعني تيجي منين دي؟ لا يعني ايه اللي في الفالفا يعمل ادينو كارسينوما؟ سويت جلانس وسيبيشس جلانس. مش دي غدد صح؟ لو طلع من ورا يعمل ايه؟ ادينو كارسينوما. طيب اخر حاجه تعال نبص على ده باجي ديزيز. تعال نرجع البريست كده باجي ديزيز. قول لي الباجي ديزيز كان عباره عن ايه؟ مين فاكر؟ في ضغط كارسينوما صح؟ ضغط كارسينوما مش كده برضه؟ ومعاها اكزيما اند انسريشن اوف نيفل اند اريولا. ايه السبب؟ قال لي ان الضغط كارسينوما سواء انسايتو او انفلتريتنج المانجمنتس بتنمو مداخل الضغط لحد ما توصل للايه؟ النيفل وبتعمل انسريشن في النيفل والايه؟ والاريولا. ماشي يبقى اول حاجه ضغط كارسينوما ومعاها اكزيما والسريشن فين؟ في النبل والقرب. ولما جينا خدنا عينه من الجلد هنا لقينا ان الابيدرمس بتاع النبل والقرب انفلتريتد بلارج مالجنان سيلز لارج سيلز وسكليل ايه؟ سيتوبلازم لارج
مالجنان سيلز سميناها باجيت سيلز. ده الباجيت ديزيز مش كده؟ ده اسمه ماماري باجيت. يعني او الباجيت ديزيز بتاع مين؟ بتاع البريست. في حاجه اسمها اكسترا ماماري باجيت ديزيز اللي هو بتاع الفالفا. بص معايا كده. الاكسترا ماماري باجيت ديزيز. اسمع بيقول لك 100% من حالات الباجيت بتاع البريست مع الاثنين مع بعض. ليه ايه؟ السكن ليجن والدكت ليجن. طيب بتاع الفالفا بقى ماشي، قال لي سكن ليجن اونلي. ماشي، يعني في ايه؟ بيقول لك بتلاقي الميسيليم بتاع الفالفا انفلتريتد باي لارج مالجنان سيلز اسمها باجيت سيلز. ماشي، بيقول لك فيري انكومون رير، يعني انك تلاقي اندرلاينج كارسينوما اوف سبيشس جلاند. يعني ايه؟ لو احنا اتكلمنا على الباجت كان فيه ايه؟ جلاند صح؟ وليها ضغط، والخلايا بتطلع من الضغط تروح على فين؟ على السكين بتاع البريست مش كده برضه؟ قال لك المفروض في الفالفا، يعني لو هنتكلم زيه زي الباجت ده الابيدرمس، في سويت جلاندز موجود هنا وليها قنوات. ولو هنتكلم على نظام الباجت يبقى في كارسينوما فين؟ في الجلاند هنا، وبعدين تطلع خلايا الخميس عن طريق الضغط توصل للجلد وتعمل نفس المنظر ده اللي هي ايه؟ مالجنانت لارج مالجنانت سيلز انفلتريت الابيدرمس. قال لك بتاع الفالفا ممكن تلاقي الجلد بس هو اللي في المنظر ده، مفيش اندر لاينج ايه؟ كارسينوما. واخده شكل الباجت بتاع مين؟ البريست، بس مفيش اندر لاينج ايه؟ سبيشس جلاند كانسر. ما هو دي الجلاند الموجوده في الفالفا. فاهمين يا اخوانا؟ البريست لازم جلاند ضغط يعني مع ايه؟ مع جلد. الفالفا الاساس ان مفيش ايه؟ ان مفيش جلاند تحت الايه؟ تحت الورم ده، الجلد بس هو الانفلتريتد بالمالجننت ايه؟ سيلز. نادر جدا لما تلاقي كمان ان الضغط بتاع السبيشس جلاند او سويت جلاند فيها ايه؟ كارسينوما وعامله الايه؟ المنظر ده. يعني ايه الفرق بين الماماري باجت والاكسترا ماماري باجت؟ الماماري باجت ديزيز بقى فيه ضغط ومعاها سكن ليجن. الاكسترا ماماري اساس ان مفيش ايه؟ ضغط ليجن. كله عباره عن ايه؟ سكن ايه؟ سكن ليجن. نادر جدا لما تلاقي معاك كمان ضغط ايه؟ ليش فرق لي الباجت ديزيز بتاع الفالفا عن الباجت ديزيز بتاع مين؟ البريست. او فرق لي الماماري باجت من الاكسترا ماماري باجت. هقوله تاني، 100% من الماماري باجت في تو ليجن موجودين مع بعض. ضغط كارسينوما مع نابل ألسريشن وايه؟ وإكزيما. الاكسترا ماماري باجت سكن ليجن اونلي. ماشي؟ نادرا لما تلاقي كمان في ضغط ايه؟ ليجن. ضغط بتاع ايه؟ سويت جلاند سبيشس جلاند وجوه تحت ايه؟ الجلد. فيها مشكله؟ صعبه دي؟ مهم الموضوع على فكره قوي. ماشي، يبقى احنا نهتم بحاجتين في الفالف اورام اي ان والباجت ديزيز او بيسموه اكسترا ماماري باجت ايه؟ ديزيز. صعبه؟ وخلي بالكم كده ثالث مره او رابع مره جينا نسيرة باجت. تعالى نجمعهم كده مع بعض، باجت ديزيز. واحد باجت ديزيز اوف بريست. اثنين اكسترا ماماري باجت ديزيز. ثلاثة هناخد واحد في البون اسمه باجت ديزيز اوف بون. بس خلي بالكم ده هرمونال امبالانس بيحصل، مش ايه؟ مش ورم ولا حاجه. اربعه ريكارنت فايبروما اوف باجت. علم كون يعني حبي يعني عالم يعني ماشي. اللي هو كان اسمه ايه ده التاني؟ ديسمويد تيومر. ماشي، طب ايه تاني؟ خمسه حد يعرف؟ ميلانوما. ماشي، كان في حاجه اسمها باجيتويد تايب او اسمه سوبرفيشال سبريدنج ميلانوما. ماشي يا اخوانا، دي الحاجات اللي فيها ايه؟ باجت في المنهج بتاعكم، باجت ديزيز اوف بريست، باجت اكسترا ماماري، باجت اوف فالفا،
باجت في البون ريكارنت في البون اوف باجت في باجت تايب تايب اوف ايه وفي ميلانوما. ماشي وزينا ساعات في الشيف وسألك يقول لك ايه طبعا خلي بالكم في جدار الفاجينا في سكلت المصل ماشي الورم لو طلع من الاسموس مصل اسمه ايه؟ ليه مايوم طب في سكلت المصل رابدو مايوم اسمه ايه؟ رابدو مايوم بص معايا لو طلع منها بناين تيومر او مالجن اسمع بقى البناين اسمه رابدو مايوم طب مالجننت اسمه رابدو مايو ساركوما ماشي هي المشكلة دي بلع الفاجينا في جدار الفاجينا فيه سكيلتال مصل ماشي لو طلع بناين تيومر مين يبقى اسمه ايه؟ رابدو مايوما طب مالجننت رابدو مايو ساركوما في الفاجينا الورم ده بيسموه ساركوما بتريويدي اسمه غريب شوية يعني كلمة بترويد دي جريب لايك يعني كلمة جريب دي عاملة زي على ايه العين ايه الورم الغريب ده هو اسمه ساركوما صح ايه الكاركتر بتاع الساركوما المفروض يعني سوفت فليشي ماسك كات سيرفس جريش وايت قالك ده ورم عجيب شوية ده عامل ازاي لو نتخيل الشكل بس بتاع الورم ده اسمه زرع عامل ازاي؟ هي ده الساركوما واخده طبعا اللي فوق اليوترس تحت الفاجينا قال لك الورم ده او المنظر ده بيجي في الاطفال الصغيرين اقل من 5 سنين بيعتبروه امبريو فاكرين امبريومات عامل زي الامبريوم قال لي ده امبريونيك تيومر بس في الشافه مش هقول لك كلمنا على الرد وما الساركوما بتاع الفاجينا قال لك كلمنا على الساركوما بوتريويدي تقول لي ايه بوتريويدي دي ان شاء الله ماشي ده مالجننت تيومر بيجي في السكيلت المصري بتاعت مين؟ الفاجينا امبريونيك تيومر بيجي في الاطفال اقل من 5 سنين ماشي اقل من كام؟ من 5 سنين الجروس بتاعه عباره عن بوليفويد جريب لايك ماس بوليفويد جريب لايك ايه؟ ماس عامل زي العنب يعني لو جيت شفت شكلها تاني اهي ده دي صوره ليها او مرسومه يعني منظر تاني هم بعد ما فصلوا الناس شالوه خالص اهي ادي منظر ايه الورم نفسه فعلا ماده كده بوليفويد كده وطالع منها ايه حاجات عامله زي يعني ايه الايه وحبات العنب كده جريب لايك عشان كده اسمها بوتريويد دي ليها جريب لايك ستراكشر يعني طب مايكروسكوبيك عباره عن ايه الورم ده قال لي في ميكزويد ميكزومتس ستروما وفي مالجنان سيلز المالجنان سيلز في منها احجام صغيره سمول يعني سمول سايز وفي مالجنان سيلز في احجام كبيره وفيها كروس تريشن عامله يعني ايه خلايا من السكيلتال ايه مصر يعني هو عباره عن مالجنان سيلز الرينج سنجلي وبينها ميكزويد ايه ميكزويد ستروما الخلايا في منها مقاسات صغيره سمول سايز من السيلز في منها مقاسات كبيره لارج سايز والمقاسات الكبيره دي فيها زي كروس تريشن شبه السكيلتال ايه مصر هو ده الورم بس ممكن اسالك في الشفه ولا حاجه يعني ايه ساركوما بتريويدي او ممكن شورت كويشن ولا بتاع ده ورم في الاطفال الصغيرين اقل من 5 سنين نعم زي الزفت ولو لو لسه في لوكال في مكانه مفيش مشكله لو دخل طلع بره الفاجينا او دخل على البريتون او من اي الدنيا يبقى كده خلاص زفت بروجنوز فيري بور ايه بروجنوز يعني لو هو لسه في مكانه لسه واتشال يعني حاله زي اللي احنا شفناها دي دلوقتي دي ده اتشال خلاص اهو هنا مثلا لسه في الفاجينا ما خرجش بره يشيلوه خلاص خلص الموضوع انما وانس اللي هو دخل على البريتون بيقول لك فيري فيري بور بروجنوز ماشي يا اخوانا اسمه ساركوما بتريويدي او اسمه الثاني رابدو مايو ساركوما وفاجينا ماشي يا اخوانا في اي مشاكل دي بس كانت حته بس عايز اقولها مهمه طيب
في جرات الرينال. بص معايا فاكرين الكلاوي اللي نص ونصين دول فاكرهم؟ طيب بص حد فيكم يعرف القلب؟ قلب في حصوه وطلع رجل من تحت ماشي، لقيت كده مفتوحه عامله زي القلب كده ماشي، وفيها حصوه وايه طلع لها من تحت، ده جار يورينري ستون حصوه مع هايدريورتر. هايدريورتر وهيدرو ايه؟ نفروز. حصوه في قلبك يا اخويا. جار جميل جدا يعني ماشي. جار تاني عباره عن شبشب، نعل شبشب. بقولكوا يعني بالمرة يعني نعل ايه؟ شبشب. ده ويلمس تيومر يا سيدي. خلاص ماشي تمام. جار في كل كلكعة طلع لها ايه؟ بروزين من الجنب زي الطيارة. هايبر نفروما، كان في واحد تاني هايبر نفروما الكلية نصين فاكرين كده؟ وفي كورتين في النص فاكرين دول؟ ده كان هايبر نفروما، وكان في جار في نصين وفي فرافيت في النص. لا ترانزيشن سيل كارسينوما. الهايبر نفروما ليها جارين دلوقتي. جار الكلية كان عبارة عن نصين وكل نص فيه دايرتين. هايبر نفروما يا عيال عرينا سيل كارسينوما. جروت تيومر. ايوه في واحدة، في واحدة اللي هما الاثنين دول طب هنتفرج على الصور دلوقتي ماشي. يعني انا بعد كده اخش امتحان بالورقتين دول؟ لا. في جار عامل زي المركبه الفضائيه كده كوره وطلع لها جناحين ماشي، ده هايبر. الاثنين دول هايبر نيفروم. هنشوف يا جماعه دلوقتي كله بقى نقلب ونبص نقلب ونبص على كله خلاص. امال القلب وحصوه كلية فيها حصوة وهيدرويد وهيد نفوز ماشي. ما حدش يقول لي ايه كارديو ماي كارديو انفاركشن. فكر ايه؟ طب سؤال حاجة تانية بص اخوان، جار فيه كليتين ويورتر وبلولر وطلع منها بروزات من تحت كده مفيش غيره. الجار ابو كليتين ومثانه ده من هرز البول ماشي اخوانا، مفيش غيره، مفيش حاجه تلخبطني. اللي فيه كليتين ويورتر ومثانه هو ايه؟ من هرز البول. جار تاني فيه اكياس صغيره كده، تجويف صغيره كده، كيس مجوف يعني. بصوا حاجه زي كده، بص شكلها عشان اتخيل بس. بصوا المنظر عامل ازاي، كيس كده صغير مجوف كده حاجه زي كده. بصوا ليه تجويف. دلوقتي في عندي ثلاث جرات فيهم تجويف دي. بصوا ادي واحد، واحد فيه نصين مجوفين كده، وادي واحد، وادي التالت ماشي. فيهم كيس لونه ابيض ومحبب من جوه ماشي. دي يورينري بلادر فيها بالهرزيازس فيها ايه؟ ساندويتش ابيض، كيس ابيض ومحبب من جوه ماشي. ما عدا ذلك اي كيس تاني كانسر بلادر. يعني لو مش محبب يبقى الكانسر التانية غامقة فيها واحدة نص واحد وفي واحدة نصين، انما الابيض المحبب ده مين ده؟ ده بتاع الساندويتش. ما عدا ذلك يعني بصوا لونه ايه هنا؟
ابيض اه صح. المفروض هنا اوريكم الكاميرا احسن انضف من كده. مش باين سند باتش هنا. بصوا هنا ديت نصين ومجوفين، دي كانسر بلادر. دي نص واحد مجوف برضه كانسر ايه بلادر. فيها مشكله بس تاني لونه ابيض ومحبب منين؟ من جوه. ما عدا ذلك كانسر ايه؟ كانسر بلادر. لونه ابيض اه ماشي. الكلكع نفسها او الكيس نفسه منه ايه؟ مبيض كده. تعالى نتفرج. اهدى كده شويه ونبص. طيب بص نبص على الجار كده وايه؟ ونحاول نطلع منه اي حاجه. شبشب لو لمست يومر صح كده؟ في كده هنا يا عم كدنك يا عم شبش وين مستيومر؟ مين ده ولا ايه؟ يالا كدني يالا فيها وين مستيومر يا انا حسيت ان وين مست ده النقطه مش عارف مش هنخلص كده بقى. كان حد عندي ايه؟ اصل اسمي صح كده محمره من جوه وفيها نغزه من بره ونصين اسر سكروز بيضه من جوه كرونيك جي ان. اي كلام منفخه هايدرو فلوس ماشي. جار فيه كيسين منفوخين بالجنب كده دي هايدرو ايه؟ هايدرو فلوس. ليها اشكال كتير جدا بقى. بصوا برضه هايدرو فلوس يعني نص واحد بس برضه منفوخه. اللي فيه كليتين و ده بالهرزل بولب. ده بالهرزل ايه؟ بولب. يعني فين نصين والله مش مشكله مش محتاجه في حاجه يعني. هي فين البولب ما تحت يا حبيبي ماشي. ده بالهرزل ايه؟ بولب. بس في كليتين ومثلا مع بعض. اهو بص بص المنظر عامل ازاي؟ كيس ابيض اهو وجوه في حاجات محببه جوه كده شايفين عامله ازاي؟ ماشي. ماليش دعوه بالناحيه الثانيه عم بيها ايه؟ ماشي. انما نفسه المساله نفسها من جوه فيها الايه؟ الحاجات المحببه دي. دي ساندي ايه؟ ساندي باتش. طب نشوف كده منظر ثاني؟ اه بص. اهم حاجه بص 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 الحاجات اللي من جوه خالص اهي. عامل زي الرمل كده. في مشاكل؟ امال ده ايه؟ خلاص بقى ده كانسر بلادر ماشي؟ كانسر ايه؟ برادر. المثل في الجنب دي. امال ايه ده؟ الترانزيشن صح؟ كليتين وفي فرقتين في النص. مش كليتين نصين يعني. بس اصبر بقى معايا كده. في جار الكليه منفخه ماشي؟ هتقول لي هايدرو ماشي؟ قال لي بس لونه بيض قوي مش عايز اكون معفنه كده. ده اسمه باي نفروز. اسمه ايه؟ الجار الوحيد اللي عندكم في باي وايه؟ نفروز. الكليتين راكبين في عرض الجار يعني عاملين كده بصوا النصين قصدي. ادي الجار اهو. الجار فيه نصين منفوخين مستقرين في عرض الجار كده كلهم ايه؟ دايلاتيشن. بس لونهم ايه؟ ابيض. ده باي نفروزس. ده بيلخبطك في الامتحان على فكره. انتوا كاتبينه هايدرو هو اصلا ايه؟ باي نفروزس. ايوه منفوخ وابيض وقاعد في عرض الجار ماشي. ان كان مثلا ميزه من ابيض عامل زي كوب عفن كده ماشي وفي عرض الجار ونصين منفوخين ماشي. طيب بص عليه تاني كده. تحس ان ايه نصين في عرض كده راقدين في عرض كده. ايه اللي حصل؟
ترانزيشن سيل كارسينوما. بايون فروز ماشي. الاخضر بنان هايبرتنشن صح. القلب ابو حصوه. عين قلب هو قدامك اهي. يا عم قلبه طلع له ده من تحت وفي كره في النص. ماشي ايه ده؟ ستون مع هايدرويتر وهايدرو ايه؟ نفروز. ها كله كده هايدرو بقى ماشي؟ هايدرو نفروز. هايدرو نفروز ماشي. كلية كاملة وفيها نقط كمان بره. بوليسيست الكدني صح؟ هايدرو نفروز. كل كيعة ترى لها دراعين من الجنب كده. هايبر نفروم. طيارة. هايبر نفروم. صح كده الكورة طالعة لك ناحية من الجنب. أصل مش هقول لك عليها بكدني مفيش كدني باينة أصلا. هي الكورة طالعة لك ناحية من الجنب بس. تاني بص معايا. هي الكورة طالعة لك ناحية. ماشي يا اخوانا. طب بصوا دي كده. ها ايه يا اخوانا دي؟ هايدرو نفروز. هايدرو نص واحد فوكال جي ان. الحلاوه دي طبعا شفتوا الليجن طبعا واضح جدا. كيس بص بصوا ايه يا اخوانا ده؟ كانسر بلادر برضه. مش احنا قلنا هو التاني الابيض الوحيد الموجود صح كده؟ انما بعد كده ايه؟ كانسر بلادر. طب ده؟ ايوه هايبر نفروما برضه. ماشي ما في واحده الكليه النصين وفيها كور. بص عليها كده هنا. بص كده قوي. في جار ايه؟ هايبر نفروم. جار الكورة ابو جناحين وجار الكلية مقسومة نصين فيها كورتين. هما الاثنين اسمهم ايه؟ هايبر نفروم. يعني في جارين هايبر نفروما وفي جارين كانسر بلادر. ماشي؟ في جارين هايبر نفروما. طبعا الهايدرونفروزس خيرك كتير قوي. ماشي؟ في جارين هايبر نفروما كلية نصين وفيها كورتين. واحد تاني كل كيعه كده مش فيها كده ولا حاجه خالص وطلع لك ناحيه من الجنب. هما الاثنين هايبر ايه؟ هايبر نفروم. تمام؟ في جارين كانسر بلادر. ماشي واحد نص واحد واحد نصين. الوحيد اللي هو ساند باتش لون ابيض ومحبب من جوه. حمزه مرمل كده من جوه. خلاص يا اخوانا؟ هنشوفهم تاني اهو. ماشي. تعالى تشوف بتاع ايه؟ هنشوفه هنرجع لهم كل دلوقتي تاني. ايه بقى ده اهو؟ كلية نصين وفيها كورتين من جوه. ماشي يا اخوانا؟ طيب بصوا كده معايا دول. بوليسيستك. بوليسيستك. شبشب. هي نص واحد فوق الجي ان بس من بره. ها كده نصين صح؟ هايبر نفروم. ها يا راجل ساندي باتش اهي. ماشي ده بتاع ساندي باتش يعني. ماشي ها ده ايه بقى؟ ده بتاع مين؟ من هذا البول. ها نص واحد وفي نقط بيضاء كده ده تبي في الكدن صح؟ ساند باتش هنا مقربه قوي اهي عشان يبان الايه المرمل اللي جوه ده. ها؟ ده هذا البولد. تبي ها؟ ادم حصل
اثيروسكلروز ماشي. ها ايبرنكروم الكره مجنانه هايدرو لا دكتور ايه مفيش ليه سرعة تقيلة شوية بس اتحمل بس هايدرو ما كل دي كل جرعة هايدرو عندك في الكلية تعرف ايه يعني هايدرو اصل يكون مخبينه موجود ها كبير مش على الارقام دي بص على الارقام دلوقتي ماشي او كده كده شو ارقام على الجرات ما ليه ده ها يلا شو ايه ده ده الكانسر برادر صح اسوس كيروتك خلص بقى اوفري ايه طبيعي لا الكورتين اللي جوه دول ماشي حاجه ثانيه بقى ايه ده طب بس نرجع تاني دي الاول بس انا ها بس انا هحط حصه جال اوفري ان شاء الله ها طب وده كورونر جي ان هايدرو الاخضر ده الخضر الخضر بس بقى الجامس مش صار كويس بس اللي فيها نص واحد فوق الجي ان اه بص عامل ازاي شكلها تحس معفنه كده في قلب الجار ترانزيشن صح؟ حصوه المخدر شبشب هايدرو ترانزيشنال فهمتوا اخوانا؟ فيها مشكلة؟ بتاعت الاوفري ماشي لا قص في شعر جوه عارف الدرمويد سيست فيها هير من جوه موجود؟ لازم في الاوفري ولا في ممكن مش بس الجرم بيقعد في متحف مش موجود بص يا جماعه في شعرات فيها قلب كامل وفي شعرات فيها قلب مقطوع فيها مشكلة دي عندك اربع شعرات القلب فيهم كامل مش مقطوع اصبر بس انا اربع شعرات جار اسطواني وفي قلب كامل ممكن يكون القلب مخروم او مش مخروم هل هو مخروم؟ الجار بيقول لك شوف عامل ازاي؟ هما جارين سلندريكال في المتحف كله واحد القلب فيه مخروم واحد مش مخروم اللي مش مخروم اسمه فايبرنس بريكاردايس بس بقى هنتفرج عليه وده مقشر عليه زي قشر كده يكون ايه حد مقشره من بره كده يا عم انا مقشر ونينا قلب جار اسطواني وفي قلب مش مخروم خلصنا فايبرنس بريكاردايس المخروم من تحت براون اكف خلصنا من اتنين في مشاكل جارين اسطوانات واحد مش مخروم واحد القلب بتاعه ايه مخروم المخروم اسمه براون اكتر مش مخروم فايبرنس بريكاردايتس تمام وجارين مربعين وقلوب كامل تمام واحد احمر وواحد على دهنه من بره في مشاكل دي بص معايا وجارين مربعين انا دلوقتي ما خدتش قطع قلب لسه دي كلها قلوب ايه مقفله ماشي قلب كامل عليهم بره دهن دهون
سر كده، في جار لونه احمر وفي نقط سمراء من فوق، او نقط بلاش نقط دي، كلكيعة كتل سوداء. الاحمر اللي فيه كتل سوداء ده من فوق ده قالك تبي تبي بيركاردايتس. اللي فيه جهنة ده فاتي فاتي ماشي. صعبة؟ في مشاكل؟ طيب اللي مكتوب عندك في مذكرة اسمه هو ده اللي بيتكتب. كاتب مثلا اسمع يورينا ستونز مالتيبل ستون وز كذا اند كذا، ده اللي بيتكتب ماشي. انا ما اعرفش هو ده الجار. الجار بتاع ده كرونيك بايلونفرايتس وز اوبستراكشن اند بايلونفروزس، هو ده اللي بيتكتب في الامتحان. بس اكتب نفس الاسم هيدرونفروز بس خلاص. اكتب المكتوب، اسمع كلامي، اكتب اللي مكتوب في الكومنت ده اللي اتكتب، ماليش دعوه. انا عندي مذاكره جارات في الكليه منزلها لي فيها الكلام ده، قال لك جار هيدرونتر بدل ما انا اثق ماشي. معلش اكتبها اكتب، عارف عارف والله. وفي جارات فيها كالسيفيكيشن وجارات ما فيهاش، اكتب مي كونتين كالسيفيكيشن، اكتب نفس المنظر. فهمت قصدي يا اخوانا؟ يعني عندك مثلا ايه، في سبع جارات هيدرونفروز مثلا، في واحد فيه كالسيفيكيشن، واحد ما فيهوش، واحد فيه يورتر، واحد ما فيهوش، قصتي هكتب الكومنت ما يكون تين كذا زيرتر مي شو ده ريتيشن شو من كذا خلاص. انت فهمت قصدي ايه؟ فاكتب بدل ما انا اصلا بقول لك ما كتبتش الكالسيفيكيشن ما كتبتش اليورتر، طب زمته ايه؟ ماشي يا اخوانا؟ هو اسمه جار هايدر يورتر وهايدر فروزز، انت تكتب كده معايا؟ طيب دي كده جارات فيها لوب ايه؟ كامله. يبقى تاني اسطواني وقلب كامل مخروم براون اتر فيه مش مخروم فايبرز، مربع وفي قلب كامل فاتي انفلتريشن لو عليه هنا من بره بس مش مقطوع. طيب في منهم احمر كده وفي نقط سمراء، ده بتاع مين؟ التي بي بيريكاردايتس. خلاص كده؟ طب جرات مقطعه، جرات مقطعه، بص انا جيت اوريكم منظر الجار هنا ولا خليها بس مخلص احسن. المفروض لما القلب بيتقطع بيتقطع من ناحيه واحده صح؟ مش كده برضه؟ قال لك بص قلب مقطوع نصين، قلب مفتوح ومقطوع من الناحيتين. يعني ده من القلوب عامل ازاي؟ اسمع بس معايا كده، القلب لو كتله كده صح؟ بيقطع فبتلاقي نص قلب موجود صح؟ ونص تاني سليم. ده مقطوع من ناحيتين، من ناحية ومن الناحية التانية. ده بتاع الروماتيك. ماشي؟ روماتيك. روماتيك مايكاردايتس. ده بتاع مين ده؟ الروماتيك. خلاص؟ جار مقطوع من ناحيتين. من ناحية ومن الناحية التانية. تيجي بص على الناحية المقطوع وتلاقي من الناحية التانية برضه مقطوع. ده جار إيه؟ روماتيك. خلاص كده؟ طيب. جار في نص بقى، واحد. احنا دلوقتي ايه؟ خلصنا كام واحد كامل؟ أربعة، خلصنا منهم دول؟ المقطوعين، في واحد مقطوع من ناحيتين، ها؟ ده روماتيك، خلاص؟ طب في واحد مقطوع، في جارات مقطوعة من ناحية واحدة بس، قال على حسب بقى فيها ايه؟ بص معايا. مقطوع من ناحية واحدة. ومعاه نقط سوداء، فاكرينه ده؟ ميلانوما. نقط سوداء في المقطع وفي الناحية التانية كمان. ده فيها مشكلة دي؟ شلنا واحدة أهو، شلنا اتنين مقطوعين وخلصنا منهم. تمام؟ يبقى جار مقطوع من ناحيتين ده روماتيك. جار مقطوع من ناحية واحدة وفي نقط سوداء كده، قال لك ده ميلانوما. هنتفرج عليه دلوقتي، أنا بس هوصفهم وبعدين هنيجي فين؟ في الصور نشوف بقى ده إيه ده إيه ده إيه. بص معايا، جار مقطوع مقطوع
وفي كتل في اخر الجر من تحت في قلب القلب، كتل لونها بني كده صغيره كده تحت. قال لك ده مايوكاردال انفاركشن ومعاه ثرومبوزس. انفاركشن ومعاه الكتل دي موجوده واضحه قوي في القلب من تحت، مش مميزه باي حاجه ثانيه، ماشي مش مشكله، مع ثرومبوزس مقطوع ولونه اصفر. ده فاتي ديجنريشن. تاني الجرات المقطوعه تاني، مقطوع من ناحيتين روماتيك، طب مقطوع من ناحيه واحده نقط نقط سوداء ميلانوما، مقطوع من ناحيه واحده في كلاكيع في قلب الفنتركل من تحت كده، ده ثرومباي ماشي، ده مايوكاردال انفاركشن ومعاه ثرومبوز. مقطوع اصفر مفيش غير كده، لونه كله مصفر كده، العضله كلها مصفره، ده فات تشينج. طيب لحد كده في اي مشاكل يا اخوانا؟ فاضل كمان جرايين مقطوعين كده كمان. بص معايا الصمام بتاعته، في حاجات عامله زي الدود ماشي، ملويه عامله زي ايه؟ زي كون ديدان بالظبط، وتلاقي فوقيهم كده في حته محببه عامله زي كده فيها ايه؟ زي كون فيها رمل كده ماشي. ده سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. الجار المقطوع وعند الصمام في حاجات عامله زي ديدان كده صغيره كده، دود ماشي، عامل بالظبط شبه دوده فعلا، وفي حاجات يعني في بقعه كده محببه فوق الجار كده في اخره، ده جار ايه؟ صب اكيوت. حتى المحبيه دي اسمها مكانم زباتش. في مشاكل؟ الجار اللي فاضل مقطوع بقى ده اكيوت، بتلاقي كده الحته بتاع الاورطه نفسه اللي فوق لونها مبيض قوي، حته بقعه بيضه كده، وتلاقي فيه كلاكيع حمراء على الصمام نفسه. صغيرة جدا. تاني ده اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. دول رخمين على فكره، ارخم جارين عندهم. دول في الجرات كلها اكيوت وصاب اكيوت. تاني كده بص معايا، مقطوع وفي كتل تحت، ها ده بتاع الانفاركشن في ثرومباي، مقطوع لونه اصفر. انا عشان اتفرج عليه دلوقتي ده فات ديجنريشن. بص في جرين مقطوعين بقى، واحد اكيوت وواحد صاب اكيوت ماشي، هم دول اللي لخبطوك. والله يا عم هتفرقهم ازاي؟ بتاع الصاب اكيوت في ديدان صغيره كده على الصمامات، وفي بقعه محببه كده من فوق، ده الصاب اكيوت. التاني بتلاقي عند الصمام الحيط لونها احمر، وعلى الاوضه من فوق كده حاجات لونها ابيض كده، ده الاكيوت. طب نشوف كده مع بعض، نراجع كده مع بعض، نراجع مع بعض ايه جرب بسرعه. اسطواني مفيش غير اثنين، كامل فايبرنس مخروم هو كامل برضه ها براون اتروفي. طب جارين كاملين برضه، القلوب كامله عليه دهنه من بره، ده الفاتي محمر من بره كده وفي نقط سمراء، ده الكبير. الجارات المقطعة مقطع ونقط اسود ميلانوما، مقطوع من ناحيتين روماتيك ماشي، مقطوع اصفر فاتي. خلصنا كده؟ الجارين بقى في دود ولا ما فيهوش؟ مدود من جوه كده صب اكيوت، مش مدود من جوه ايه؟ اكيوت. خلصنا. في فاتي انفلتريشن اللي هو مقفول الكامل، وفاتي ديجنريشن اللي هو مقطوع ماشي. في المذكرات القديمة مش موجود انفلتريشن. طبعا شوف ما يفرق عنه. ايه اللي اسمه مكتوب عندك ايه في المذكره؟ اكتب الفلتريشن، بس هو عن غلط، فوت ديجنريشن. اللي اسمه اللي مكتوب في المذكره دي، او المفروض على فكره بينزلوا لسته بالجرات، نزلوها ب 100 جار اللي عندكم دول، يبقى اكتب الاسم مكتوب هنا عشان ما ينقصكش. ان شاء الله لو كاتبه حتى ده الهيت، اكتبها برضه هيت مش فارقه. يلا كده بص معايا. شباب اصبروا بس عليه.
الجار ده فيه ايه؟ قالك عند اسم. اقول له حاجه، ده جار مقطوع صح؟ ده جار ايه؟ مقطوع ماشي، بس مقطوع من ناحيه واحده يعني اوتوماتيك من حساباتك. وتيجي تبص في نوع سمره مصفر ماشي، بس في فوق كده ايه، في بقعه حمراء كده عند الصمام، والحته اللي فوق الصمام كده نقط بيضاء. ده اكيوت، ده اكيوت بكتيريا اندو ايه كارديتس. نقرب بسرعه اكتر بالصم. لا في صوره ثانيه اقرب. لا مش موجوده، ما موجوده في الكاميرا بس في الفيديو. ايه دول؟ اسطوانتين، واحد قلب كامل تحس انه مقشر كده صح؟ ماشي، واحد مخروم. يبقى اللي مخروم ده مين ده؟ براون اكتر صح كده، واللي مش مخروم؟ طيب الفايبرنس بيركاردايتس ماشي؟ طيب هنبص هنحفظها، هنشوف فيديوهات دلوقتي. ايه ده؟ براون اكتر. مصفر كده بتاع ده الفاتي صح؟ مقطوع ومصفر ده الفاتي. بص بص قلب كامل وعليه دهنه من بره كده، ده الفاتي. يا عم خلاص انا ماليش دعوه، ده الموجود في البحر حلو. المهم بتصور ازاي يعني؟ بصوا فنتك المقطوع اهو، وفي كلاكيع بني تحت كده، ده الميكاردينال فانكشن. ها منقط اسود ميلانوما. بصوا الفيديوهات احسن من كده، لما نشوف الصور الاول يعني الفيديو بيبقى موضح الجار كله احسن. بس من بره بقى ماشي. اه قلب اسطوانه وفيها قلب مقشر كده وكامل. ده مقطوع من الناحيه الثانيه كمان، ده الروماتيك. بس طبعا هو مشكلة هم مقطوعها من الناحيه الثانيه. هو بره بسرعه عليها شويه. لا لا استنى استنى، قرب بسرعه منه شويه. وانا مش شايف الدود ده موجود فين. بصوا شايفين على الصمام في ايه؟ في حاجات عامله زي الدود صغيره كده صح كده؟ وكمان فوق الصمام في بقعه كده فوق كده في الجنب كده، شايفينها؟ محببه كده في الجنب. ده سب اكيوت ولا اكيوت ده؟ سب اكيوت ماشي؟ طب احمر وفي بقعه سمر من فوق كده؟ ده التي بي مش كده؟ لا خلاص تعال شوف الفيديو بقى كده. بص هحط جرد قدامكم دلوقتي ماشي؟ وتعالى نشوف الجار ده بقى ايه. وتصبروا يا انت هو طب ماشي. بص بقى بص طبعا ايه المقشر ده مش مخرج بقى، ده في زي قشر كده، ده فايبرنس. انا كنت مقشر فايبرنس بيريكاردايتس. بص من تحت في ايه؟ مش كنت معلم الحته البيضاء اللي فوق؟ ماشي؟ يا رب يا خرب يلا ماشي؟ ده يا اخوانا ده الميكروفون مع الصنوبار. ولا اي لازمه برضه. شكله غبي قوي. مفيش بقعه سمراء قدامك يا ابني. بص الصمام نفسه متبهدل ازاي، وفي بقعه بيضاء في الاورطه فوقيه كده. ده اكيوت صح؟ ماشي. تي بي صح محمر وكامل وبتاع. تي
في جنب السنان قلب مقطوع بالعرض مايترا سنوز، القلب الوحيد المقطوع بالعرض مايترا ايه يعني. بصوا الفتحات دي الصمات صح، تلاقيها منوره. هو بص على دلوقتي مقطوع من تحت، بوزه كده مقطوع من تحت، هو الوحيد المقطوع بالعرض في القلوب كلها ده مايترا ايه ستينوز. بص عامل ازاي، بص هو طبعا كده مش باين مقطوع من ايه، حتى في الصوره عندكم مش باين. اما الف الجبهه بصوا، بص عامل ازاي مقطوع بالعرض، حتى السته مبينه شايف المنظر عامل ازاي. اخوانا يا عم مقطوع بالعرض وخلاص صح، اقدر اقول لك انه قصده باتون هول ستينوزس اند فيش ماوس. مقطوع بالعرض يا اخوانا. نعم. انت شوف دلوقتي. يعني حتى باين هو مقطوع من تحت مش كده، منوره خالص اهو. ماشي، الجار الوحيد كروس سكشن مايترال ايه ستينوس شفتوه. طب بص كده والله بقى، ممكن شالوا الجار في عينه في حته ولا حد بيتفرج عليها، مش الجار ده موجود في متحف عندهم، القلب كامل وكله دهنا من بره. فهمت يا اخوانا؟ فاتك دود اهو شايفينه، وفي حته محببه فوق ايه؟ ماشي صباح يا عم الحاج، مش عارفه كيف انت دود يا عم كده 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 يا حتى بص في نقطة بتنقط اهي. لو لقيت النقطة دي بتنقط يبقى هو ده. مفاجأة. نشوف كده الأول، أنا ما أعرفش حاجة. عشان تبص على حتة تانية خالص. مقطوع من ناحيتين. ما تعدي يا عم بقى نخلص بين او ناحيتين ده مين؟ مماتك. مين اللي صور ده؟ مين الشخص اللي ايه ده؟ هو ده ولا ايه؟ تيجي ارجعهم بسرعه كده يلا وانا خلاص.